لا تتشهر في العمل. من مثل هذا المرحلة لا في تسمية مباشرة سوى اسمي تنزل وحي في النساء والإسلام في نزلت يوفي اللايا اسمي تسمي سورة الشعراء اللايا 214 وأنذر عشيرتك الأقربين يا أسبر ثورة سبيات إخطافا إذا بنيك أذرونيك إذا نا إكشوتم سدرونيك أزوير الاسم أزوير الاسم وأنذر عشيرتك المقربين ثاني مرحلة اقتضتها حكمة الله عز وجل أكيد لا الآية اللي تنزل واخفض جناحك من الدرع من مؤمنك في سورة الشعراء الآية اللي بعدها هي الآية 215 طيب اسمك ذاك الوريث مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطبق هذه السيوة الصحيحة هذه السيوة البلاء هذه السيوة أكنث الدين زل ربي يوذروني قد ربي الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سوى أين تنزل فداك؟ واحد تنزل فداك سوغيتي الإكمال كما هو. طيب إذا لكن اليوم مجموعة أحاديث صحيحة وجدناها في مسند الإمام أحمد في صحيح البخاري في صحيح مسلم يعني غيرها من كتب الساحة يعني لو كان أحد في كتب السند لكن بلد أحاديث صحيحة أكثر مجموعة أكثر من حوالي خمس أحاديث كلها تقريبا في المعنى ذاته. مرة مثلهم حديث عائشة قال تشهد لما نزلت أسمد زلال الإسلام وأنذر عشيرتك القربين في الناد لا شو سيدنا يروح لفاطمة يلبس ريحانة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا فاطمة يا فاطمة بنت محمد بعد يروح لصفية يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب يا رجل رمز في السوال إلى سن لا أملك لكم من الله شيئا إلى سن يعني أرزقنا النفع ما يلعبك بما سوال الدين ما ثم سلوحي تنزل ثم نفس الرسالة ثم نفس النبوة أسلك الخير والأخير مولاش ماشي مبدا كي نقول اذا اتسكنم اسكن في الرسول تبدلو منا صافي اسكن لذلك سبحان الله لا يتذكر في دين سنة في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يشوف هذا المعنى يعني لاشو يثوى شو كتاب قران بالهيومانيتي يتخلقيه ماشي يوذرو النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ زعما شفت لايا لايا غيدي يسال في سورة البقرة لايا 281 صافي المصحف لاباج من الادوات لاين كانت لايا شو دينا إذا ضرب سبحان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كنا في اليوم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معناتها وسيقراي يوم نسعو في ذنوبنا شو هالجامع نسعو كان يحفظ القران نسعو كان يخدم الخير اذا ان بذي جرس ولو كل يوم ينسى العدسة في الدنيا في الغرف في الاخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل انسى سورة الملكة في الآية 110 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ذاك النبي صلى الله عليه وسلم باش نسمسو رسالة باللي نسيان ثاني ما بالك هذا الرسول سبدرو من وين إذا غاست تسحلم أكل نفعة وكل نفعة سوى ذنب طيب من بعد وكي حديث مسوره حديث مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية
أسلم سلايا وعشرة أقربين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا. أما في زمن المسجد قرابة الأنبياء يا قريش قالوا كي نعرفش صفوان. فقال أسي سولي اليوم يا بني كعب بن لؤي وبعدين الناس يا بني مرة الناس أنقذوا أنفسكم من النار. الناس يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار. سلك في من ومس جهنم نار جهنم. يا بني مرة الناس أنقذوا أنفسكم من النار سلك في من ومس يعني وطبعا الذي يستمسك هو الإيمان السلام الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها والله سبحانه وتعالى إن الله ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني أين كنا ندير القرآن أفي استرجين محمد بن محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة بألفاظ مختلفة ولكن المعاني متوافقة متطابقة. إلي أسلك في نفس جهنم يغلسوا يا بني عبد الشمس لا غادي البيض أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف كيف كيف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم يا بني هاشم كيف كيف أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يغلبها فاطمة إدريس يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. اقتضت حكمة الله عز وجل باش إبليس يسداتي من إبليس أيضا يعني يستخدموا الميزان وسيناء أفوافك بالنفوس ما في الدين السلكة الشفاعة في الناس ثلع عليه نوص خاطئ بمنزل يختم الخطاب بسم الله صلى الله عليه وسلم سيبليس فاطمة إنس أنقذي نفسك من النار. وبعد الأول يوم قالوا بسم الله عليه الصلاة والسلام فإني لا أملك لكم من الله شيئا قول سمي الله نفعا سوى سل إيمان ون مثبت يلون لا أملك لكم من الله شيئا. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم الحديث مستفاد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وصار نساء نسير الى الشيخ مشطوح نسير مشطوح يشمل الاسلام انك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب يعني اذن باستشهاده وطبعا في لقاءات متكرره فقال يا بني عبد المطلب اناس النبي عليه الصلاه والسلام اني بعثت لكم خاصه والى الناس عامه ربي شيعني قرار خاصة وإلى الناس عامة افتقف مرة عامة وما أرسلك إلا رحمة للعالمين وقد رأيت من هذه الآية تجدي في الآية وقد رأيت من هذه الآية ما رأيت وأنذر عشيرتك الأقربين يوزن الآية لقد في نظر النظام تخدم الشمس نورتك يوزن القسم اللي اسمه رزق ولكن سبحان الله عليه الصلاه والسلام ان ياسين ذوبس وقد رايتم من هذه الايه ما رايتم يعني لا يجد مريض باش اكون سوغ الدعوه انذركم وابلغكم ما انزل الي وانذر عشيرتك القريبه وقد رايتم من هذه الايه ما رايتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي في زوال الذنوبيس ولي بيعا يدفك البيعة يدفك العهد يدفك العهد بشاكيني ذيما ذنب مليون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صحبة يحتاج إلى صحبة وين أيسر الزهر يحظى بشرف الصحبة ذي ذنبي وذنبي ذي ذنبي ذي زراني أنواذي كل أريفك العهد
هذه ذكنا، ولكن ذكنا ماشي الكلام كامل، ذكنا كفري هذيك الدعوة، الكفري في الإسلام زيد وصاحبي، أي ودنا وصاحبي، معناه الصاحب هو الذي يلازمك في السراء والضراء. أما إذا دوليك التيت وين يلين إيدك أما في الوسع أما في الطيق أما في ثوات أما في الراس إذا فات الإطلاق ذلك قال في الطيق تسفان وافق في الطيق تسفان وافق في فراد إنديد اسم فراد إنديد مثلا جميع لغات العالم ما تفضل أتفق الصرامي في مصر الإنجليزي في مصر غير هنا يمسعف إليه صديقك الحق من كان معك من يشتت نفسه ليجمعك من يشتت نفسه ليجمعك الشعراء والأدباء والحكماء وكل الناس إجرام في مدرسة الحياة فكان عندك النتيجة اللي هي في الطيق الاتزان والخير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عهد الأخوة وعهد الصحبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكسر في الحمد لله أصحاب ومن قبل الصحابة انكشاف يكفيهم كما قال ابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه إن ديننا الصحابة عليهم رضي الله السعادين من سيارية قابل الله السعادة أن يقدر اسم ربي سبحانه الحرار ذي الزمان في صلى الله عليه وسلم وعاش ميس خطرنا هو الصحابة من آمن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وصاحبه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا فجرد في نصف الصحابة أم الأصحاب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا للعهد في عشيس وأمن به خاطر لا يقال أن في زمان الإسلام الكفار أبو لهب أبو جهل زرع عليه وبابه عاشوا بصورة إسمية مش الصحابة خاطر حشرة الإيمان زيد ومات على ذلك معناه يعاش بيس ذنبه لم يموت وتسعة أربعة ذا شوز وصاحبه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا معناتها ماشي يقضى بريم القضية كان واحد باب يلتزم ولي رسول الله هذه اللي يعاشي لذلك ابن القيم رحمه الله انه يستعمل صغير تسعة رواية سنة رواية رواية سيدنا أنهم كانوا يعرفون أو كانوا يشهدون مواطن التنزيل يعني القرآن يتنزل للحضارة ويمشي الحضارة بالمرة والحضارة مرة 50 مرة 10 مرة 30 مرة 40 مرة 70 ما تنزل في القرآن الكريم ولكن من الحضارة ليس ياسر ثم خاطر القرآن أتنزل في عيسى عليه السلام أفي الدغار أما في الصلوات ويبلغها في مجالسه ويبلغ القرآن ويحفظ كما تعلمون وقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وذي الجنة مفرط على مدة 20 سنة شوية شوية سورة الجمعة الآية الثانية والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة شوية 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 ماشي يتنزل بأرض واحدة لذلك القرآن يتنزل ويحفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويلقنه للصحابة الكرام وهكذا يعني تصرف من سعادة الصحابة زي الفضل حفظ السنة حفظ القرآن وحفظ السنة والصوت إلى العالمين لذلك أبو بكر الصديق إسماعيل ربي الصاحب أليس كذلك الصاحب؟ من يمدير هجرة يصير ما بوكا صديق باش يدير طرف في عقد في صلى الله عليه وسلم يدير هجرة سكة والمدينة الدليل أسميت نزل الآية سبحان في صلى الله عليه وسلم باش يدير هجر خاطر
زيارة السعادة وجهة سكة المدينة كما سنشرح في مستقبل الحلقات إن شاء الله. من بعد أسمية بفكين سلاثم إن كان سنتوسم بشري هاجر في النوفين سلدان ليس لي هاجر إذا يخبر مكاس إذا يسلنا ربي خبري كان يقرأ بشر الله أن هاجر سكة المدينة زار ما يتسلم مكاس لياثم بدون مقدمات إن الصحبة يا رسول الله وكان حاس وسيخدم المقدمة بسرعات غير خمس دقائق ديريكت الصحبة يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصحبة مقروض لذلك واش في القرآن إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود النار سبحان الله شوفوا هذا الشرف ذا القرآن باش تسكت صاحبي وسيدي سمان دوسا اسمان لي كان معاه باش يشطح إلى الإنترنت كان مهور حين الصحابة لي بيبري يشكك في الصحابة ويطعم في الصحابة بجانب مطبق وقراءة ضعيفة جدا ويقول ما لم يقله لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنفسهم وهو المختار من الناس لقد كنت عليكم ولست بخيركم كان يقص بالناس كده خاطئ الصحابة هم بشر بشر يكفيهم شرفا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربان لبرمجه سن الانسان شنو كل قرار يشير لك يقول اما بس الشباب يجي في اليوم في المودول كيما كانوا ماكينه وطلب يجيك ما كانش يكفيهم السن الانسان يلا فبطارك الحمد لله يريد الان ويريد الان ويريد خصا ممكن لا غضب عادي وإذا لا خبوط ماكينه وكذلك أصبح بيرني يقول لك كيف تكون هذا مصر وفضل في الدعم كذا تعصفه وكيف الرأس من يجمع في الخير ماشي بيجمع وبعد طريقة التلقي كل يوم نشوي يقول نعم وحتى الحين خمسين كل شيء أصبح أبو هريرة أقف كم سنس بشهد أحد لولو في الأحد في التلقي نوية بيرني نسى كثر من خمس آلاف كثر من خمس آلاف حديث يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه جميع الصحابه وعشرين وخمسطاش وثلاثين وثلاثين واربعين وخمسين طبعا يعني والصحابه يتكاملون ولا يتكررون تمسكنا ربي تمسكنا اما بعد الانتصار والانجاز في الاخير من فعل من حقق ذلك الانجاز هم الصحابه النهار اللي صارت معركه اليمامه مثل 70 من حفظ القران جاء عمر الى ابو بكر الصديق الخليفه خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يا ابا بكر الصديق ان القتل قد استحر في حفظه الكتاب اشتد هي مهم ويفعل شحال يكون 70 من حفظه القران ينبه ابو بكر الصديق ينبه بالنسبه لي باش نشمع القران ماذا يكتب نشمع وبعدين قال لك عن ابي طالب رضي الله عنه ان يحكم فلم يقم اليه احد الله اذا ليس ذات من اذا في كواتي اذا زاد السبب سي داخل ولا شي كان من بعد عن ابي طالب سي مش طالب فقمت اليه الكلمه شدي بايع النبي صلى الله عليه وسلم اقليم في كبايه وسعني إن يكشف بن الصلاة يسمى إليك وهو كنت أصغر القوم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له جس ذلك خمس رجل كبير سبع أربعين سنة خمسين سنة ستين سنة يقول هذا يقول هذا أما في عوف من في الصلاة والسلام ينكر عن ابن أبي طالب الناس في الصلاة والسلام أجنس الرياع ثلاثة في كان وبعدين في ستاتا ضرب بيده على يده تمة البيعة يا النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله رضي الله عنه حديث رواه الإمام أحمد في مسلم الحديث وارد ليش الحديث دار
النبي صلى الله عليه وسلم حين دار بشيخ البلدان مجلس آخر دعا بني هاشم وبني عبد المطلب إلى وليمة خلص الوالد من النبي صلى الله عليه وسلم حضر الكبار يعني الرويس السيسن أولاد وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إن يسأل الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه دائما راه كان الكلمات يفتتها تبدا بكلمه الحمد هل لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا باش لا نكفر بنعم الله ادف اليوم كل حديث اليوم الى قدر الحمد لله تفوز اليوم مثلا مش صراحه الحمد لله سوالا ويسالوني مشيد نعم الله الكثيره عليك كيف دار بيها تصنيع وتسوالي لها نعم مسلوبة قد تسلب لك نعمة سامي على سبيل الموت في هرجة في صوت التجارة في يوم نعم مسلوبة لو كان السؤال تسالي لك روحا اسم الحال ينسيك بها الصايم ودير قرار الحمد لله ولكن انظر الى ما بقي من نعم ولا تنظر إلى ما سلب منك من نعم لتنطلق هذه الكلمات من القلب يترجمها اللسان الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رقم واحد رقم اثنين أن جميع النعم يديمها الله بشكرها وحمد الله عليها ولفضل اسمه النعم الإحضار هذه الحمد لله أتلو من نعمة يتلو وربي أنه شكرتم لا أزيدنكم تفريع نصحة صنعنا حضر بي حضر بي حذر كيف العقل تقفر الله كذا ولا لازم لا تبيح المسيطة ما هي مشكلة زيد حاجة أخرى أن الإشكار سبحانه أكدر القرآن وقليل من عبادي الشكور يلكسبوا لكن قليل يحضر سبحانه كذلك ربنا وسيجزي الله الشاكرين وقدر الله وقضت حكمته باش تصرف خمس ونص فساد في المصحف الشريف لا شمس الحمد لله رب العالمين سوره الفاتحه وتبلغ 17 تلك 17 على الاقل بعض الفرائض باش تتسويها من اثناء الصلاه ادين الشيخ سمع الله لمن حمده ربي السلام يولي في حمدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزور الحمد لله يزور خاطر اكيد حمد ربي السلام اكاديم الامام هنا كاتبين ربنا ولك الحمد ولك انت الشهاد الحمد 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 ولا حول ولا قوه الا بالله نبي صلى الله عليه وسلم يعدي هنا كيفاش الحمد ربي الحمد لله يكمل واستعينه ثمن الاستعانه غير كان الحمد لله رب العالمين امنا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يعني نعبد وحدك وإياك نستعين أنظر فيك المساعدة المعاونة السؤال الذين يعبدون الله أقل أم أكثر ممن يستعينونه الجواب الذين يطلبون الاستعانة من الله أكثر ممن يعبد الله. لا تصل بذلك وعبدنا ربي ولكن السفور. السفور ربي. أتصل في السفور من أشهر كعبدين. أقل بكثير في السفور. أم شرف كثير في الدعوة عبدي السفور. شبعت. الآية إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله يحمد واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل محله القلب أليس كذلك؟ التوكل محله القلب وبعد ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم إيس إن الرائد لا يكذب أهله بعد كل النبي صلى الله عليه وسلم إيس والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله يقول اسمك خلاص باش يطمئنوا اليكم خاصه والى الناس عامه
يخرج بهذه الميزة اليوم من بعد وذل الرسول العام العالم كامل. إن اسم الله لتموتن كما تنامون. أدي يسوع الاسم الثاني. يخص الاسمين أن تنسى الموت. ذا شو الفرق يا سيد وين يتصنع من يموت؟ ذا شو يسوع هذا الدعاء الروح الكريم؟ مي وين يموت؟ قال خير. ذا يتصنع نبدا. باش كان يمشي تنبيه. بعدين سورة البعث كما تستيقظون من البعث عقيدة البعث في الآخرة كيف كيف هذا كنت أذكر لكني أسكسون ستة شوية أذكر كيف كيف يمكن يمرن النف القيمة الغربي يوم البعث والمشور أبن غالب أبن الله رحمه أكبر أكل من المال ولا تحاسبن بما تعملون أي تخدمن بالزراعة من طرف إلى آخر محاسبة كاملة بعد يسوع إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب، أبو طالب صار تعميس يسعى في الموسى يفتدي يدرس يعاوني في المصايف إن ياس هو المطاب ولكن باختصار هذا هو الخطر الحق إن ياس فضل إلى ما تحب في الموسى فلا في الموسى فلا إن ياس أقليه يدش أقلك بفريد يكمل أي تحضر قرنك أدرينا كيد ويو يحدث كربي دمعي فوالله لا أزال أحوطك يعني أرعاك أدينا غيرك وكتت جلالة وأمنعك الحذر في الله غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني للأسف إن نفسي نفسي ويتجارة أرجر دين أشداد الجدير الأمري عبد المطلب وذبع الدين الشيخ ولكن كان صريحا وذات الإنسان الصراحة اقتدز حاضرة حضور هذه القيم سيدي فاضل يسعى نزل بعد أن تنافى مجدد البوخ الدم إن شاء الله أنا في الاستمدام وفي الكرارة سيدي قليلك سوف الله أماكن يقولك يلقاك بوجه أبي بكر وبي يلقاك بوجه ابي بكر وبقلب ابي لهب وكي تقابلنا سويد بن بكر الصديق سويد بن غلام كان صحيحا ان سقليه في كلمنا غادي في دار الحرب في الليل سنفسدهم غير ان نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المنعم وبالمناسبه تنفسي تساوي رئيس الدين تنفسي كان صحيحا تنفسي ويتجارى من بعد ينتقد ابو لهب إلياس هذه والله السوءة زعما في الجنة سي تدير سي قرية يا أبو طالب مش في وراك مش تعمر إلى ماكي بنت نجيب وكذا إلى آخره هذه السوءة وكيف تعيش لنا أتفر يونس ذرنا يونس بنت نجيب خلفا الدين الشوز مشكلة وبعدين تصحيح تسخر خذوا على يديه قبل أن تأكل غيرهم يعني لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنوي في دم سورة الورس أم بعد غدا سويا فقال له أبو طالب إمام ذلك زيش سيد يسوع الله دم من عبد من الأقيمة مثلا زيشة أدي لديك أرسل حديث بس خمسان قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف يوليه إلى جبل الصف جبل الصفا يولي عند يعني علان فهدف يسولى سيدنا عليه الصلاه والسلام اشو سمينا فاجتمعوا يعني سلف اصحاب قريش كامل بعد الناس ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين ميلا وكان في الخبر او ينير أدوش مثلون يعني سيدي وذراعي أدفع فرسان سنخيول سنكرة أدس مهش مثلون ميتا من طبعا اسم الصادق الأمين قبل أن يوضع الرسول عليه الصلاة والسلام اسم الصادق الأمين قالوا ما جربنا عليك كذبا دايما سيجي هاي سيوا ثيد سيد 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 يضرب من يتمسك قال سورة مدى تجي مقدمة مهمة
وفي إذا يعلم واحد أصلا يسمى منهجية ما بيتو ضيو شيء وإن كان إزورس وفي باش يهيئهم من أجل القناعة باش يقنع اسم ديك الإزابي يقنع يثنى ولكن شو سمع ونرجع الله عليه قال فإن نذير لكم بين يدي عفو الشيء عفو الشيء إذا سيك الرسول من النبي كذا كذا فقال له ذات من قد إن استبن لك ما جمعتنا إلى لهذا إن سيوشي مرسل صور بشر ربي وملك على آخره إن استبن لك لا حول ولا قوة إلا بالله وكلمة التباب في اللغة العربية معني اسم الخسارة معني اسم القطع معني اسم الهوان تبع لك أن هذا جمعتنا أو ما جمعتنا إلى لهذا من بعد نزل صوت اسم يامر تبت إلى وعلى بالكم أبو لهب أجين وشطر في القرآن من الذين اسمنا أبو لهب أهيام ولكن قدر يأمن أن يبقى بريح كريم باش ما يكون الله هذا الرسول رحيم هاي مع تهار ممكن ما شلاف ولكن لك نصر ربي مات على شبهه وعلى الأخرى أكني خالد في جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. موقف أبو لهب موقف معروف ونزلت هذه الآيات وهي تتلى إلى يوم القيامة مع الإعتراف في كل سماء في كل مكان الغاشي المسلم الأخضر خاصه سيدنا تبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفيرها خطط عمي تفيرها اسمها سيدنا صلى الله عليه في كثبي عمي لا تكون تفير ولكن هو رسول مبلغ وثاني باش نرجع العبارة جميعا أن الحق حق أن يتبع. أمر آخر نظرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دين الحق يفا مواجهة سي قريش بأساليب متنوعة سيأتي بيانها في لقاء القادم إن شاء الله تعالى كتمهيد إلى الأسلوب مسؤوله اسم أسلوب الاستهزاء يعني استنسيس بعد ذلك الأدلوة إلى أسلوب النظام أسلوب الإغراء أسلوب الإغراء يعني مش كان مش ولكي أي تغرض أغلاض تغرض السيادة سمود هناك تغرض إدري من أي تغرض أغلاض أما إذا هذا أسلوب النظام أسلوب العنف اللي هو المواجهة التعذيب بشرارة بقوة يمكن الأسالي ذكي أتراجعون في صلى الله عليه وسلم باش اتنقل أما النساء أما الصحابة ورحمة القرينات كما في شرف العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني ولد عن أفرد بالحق إلى قد يوم يعوين الصبر خطر مثل بغر أعوين الصبر ورسكن بغرة لذلك لذلك في ظرفك تنزل الآية النظر سورة الحجر الآية 94 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سبحان الله الآيات تتنزل بحكمة في الوقت تنزل الآية دي. الآية 94 سورة الحجر فاصدع بما تؤمر ثانيا تبغى مرحلة أن ترى أي اهتمام بسبحان الأوامر إلى تنتين جهرا ماشي سرا جهرا بالصدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أكن سلالي الآية يعني تبدا الآلة تحركت في قريش من أجل إيقاف هذا إطفاء هذا النور من أجل إيقاف هذا الدين الجديد وعمالته والحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام ولكن ذلك هو تصارب تعلم إن شاء الله يجوز في الدول أمش النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامله رب العزة وفي جالة فاصبر يا حول ربك فإنك بأعيننا أكيس الله سبحانه يغالي الناس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ها
من بعد الصحابة كامل غرد آيات موسى في أواخر سورة العمران إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الآيات النظرية إذن الله سبحانه مسته البأساء والضراء وزلزلوا سبحان الله وقال كان لي الدوس الحيت سسنا الفيفا مسدهم البأساء ذاك الذي في صلى الله عليه وسلم الصحابة في ركاز ثلاوي من صيف طريف البأساء أنو يسمى الدوس والضراء أقرأ ربي وزلزلوا يوسف كلمة قوية جدا زلزلة يوسف بسن ولكن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني شو شعرة فاصلة بين اليأس والأمل وبعد ربنا ألا إن نصر الله قريب. نتعلم إن شاء الله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة في الدروس المقبلة إن شاء الله القدر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله إلى طريق الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله.